وذلك أنه كان، هذا جلال الدين، وذلك أنه أي جلال الدين لا حول ولا قوة إلا بالله، واقرأ السلام على الدين وعلى أهل الدين. وذلك أنه أي جلال الدين كان له خادم خصي، هذه مصيبة الخادم الخصي، كان له خادم خصي. لاحظ أنت عندما لاحظ عندما يطرق السمع الخصي تذكر الأمرد. لاحظ أنا لا أريد أن أحكي أكثر من هذا، أترك الفكر والعقل والتصور والخيال والتفكير المنطقي. لاحظ خادم خصي، ولدان أمية، بلاط بني أمية، حكام بني أمية، مع الولدان، مع هؤلاء الأئمة الخلفاء السلاطين في الدولة القدسية المقدسة، مع المماليك، مع الولدان، مع الخصي هنا والخصي هناك، وعندك الشاب الأمرد ولك المجال في التفكير. وذلك أنه جلال الدين كان له خادم خصي، كان جلال الدين يهواه، واسمه قلج أو قلج. أقول أستغفر الله، ربما يكون هذا الحب والهوى لله وفي الله وإلى الله، فلا نظن سوءا ونستغفر الله تعالى ونتوب إليه. يكمل يقول فاتفق أن الخادم مات، فأظهر جلال الدين من الهلع والجزع عليه ما لم يسمع بمثله ولا لمجنون ليلى. فإذا كان مجنون ليلى قد هوى ليلى لله وفي الله وإلى الله، فسنصدق بأن جلال الدين قد هوى الخصي في الله وإلى الله ولله. يقول فاتفق أن الخادم مات، فأظهر جلال الدين من الهلع والجزع عليه ما لم يسمع بمثله ولا لمجنون ليلى، وأمر الجند والأمراء أن يمشوا في جنازته رجاله، وكان موته بموضع بينه وبين تبريز عدة فراسخ عشرات الكيلومترات. يقول وكان موته بموضع بينه وبين تبريز عدة فراسخ، فمضى الناس رجاله يقولون لماذا تمشون إلى الحسين لزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، لماذا تسيرون إلى كربلاء عشرات الكيلومترات. لاحظوا ماذا فعل جلال الدين الأمير السلطان الإمام الخليفة أمير المؤمنين مفترض الطاعة، ماذا فعل؟ من أجل الخادم الخصي سير الناس، الجند والأمراء والناس يمشون عشرات الكيلومترات مع جنازته وفي جنازته، ومشى الخليفة الإمام جلال الدين ومشى بعض الطريق راجلا، فألزمه أمراؤه ووزيره بالركوب. فلما وصل إلى تبريز أرسل إلى أهل البلد، فأمرهم بالخروج عن البلد لتلقي تابوت الخادم، ففعلوا. لاحظ ففعلوا، خرجوا لاستقبال التابوت. يقول فأنكر عليهم، أنكر أمير المؤمنين الخليفة الإمام جلال الدين، فأنكر عليهم حيث لم يبعدوا ولم يظهروا من الحزن والبكاء أكثر مما فعلوا. لاحظ مع هذا ابن تيمية لا يكفر هؤلاء، يكفر من يبكي على الحسين، يكفر من يزور الحسين، يكفر من يزور النبي صلى الله عليه وسلم من الشيعة من الصوفية، لكنه لا يكفر هؤلاء الفسقة، لا يكفر من كذا كذا مع الولدان ومع الصبيان، لا يكفر الفجرة، لا يكفر رفاق الرب الأمرد. يقول فأنكر جلال الدين، فأنكر عليهم على أهل البلد، فأنكر عليهم حيث لم يبعدوا ولم يظهروا من الحزن والبكاء أكثر مما فعلوا، وأراد معاقبتهم على ذلك، فشفع فيهم أمراؤه فتركهم. ثم لم يدفن ذلك الخصي،
أو ثم لم يدفن ذلك الخصي، وإنما يستصحبه معه حيث سار. لم يدفن الخصي وإنما كان يستصحبه معه حيث سار، وهو يلطم ويبكي. الحمد لله وجدنا المشروعية على البكاء واللطم على الإمام الحسين سلام الله عليه، أخذناها من الرب الأمرد، من الابن تيمية ورب ابن تيمية، من إمام ابن تيمية، من خليفة ابن تيمية، من أمير المؤمنين، من إمام المسلمين جلال الدين. كان يلطم ويبكي على الخصي، فهذه مشروعية البكاء واللطم على الأموات من الرب الأمرد. الحمد لله حصلنا على الدليل، والحمد لله رب العالمين. أقول الخليفة الإمام التيمي، الإمام من أبناء التيمية، يبكي ويلطم على خصي يهواه ويعشقه ولا يكفره ابن تيمية، بينما يكفر الشيعة ويبيح دماءهم وأعراضهم وأموالهم، لأنهم يبكون ويلطمون لمصيبة سيد شباب أهل الجنة سبط النبي المصطفى عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يكمل: فامتنع العاشق، فامتنع من الأكل والشرب، امتنع العاشق جلال الدين أمير المؤمنين، امتنع من الأكل والشرب، وكان إذا قدم له طعام يقول احملوا من هذا إلى فلان، إلى الخصي، إلى الميت، احملوا من هذا إلى فلان، يعني الخادم، ولا يتجاسر أحد أن يقول إنه مات، فإنه قيل له مرة إنه مات فقتل القائل له ذلك. إنه أقول إنه عشق أزلي، إنه عشق أزلي تيمي ابن تيمي شاب أمردي جعدي قططي. إنما يكمل: إنما كانوا يحملون إليه الطعام ويعودون فيقولون إنه يقبل الأرض، يذكرون للخليفة للإمام لجلال الدين، يقولون له إن الخادم يقبل الأرض ويقول إني الآن أصلح مما كنت. التفت: مع كل هذه المخازي وهذه الفضائح وهذا الفحش والمنكر والعار، فإنهم يتهمون الإسماعيلية وابن العلقمي ويحملونهم تبعات ما وقع في ذلك العصر، بل في كل عصر وزمان. الغباء موهبة تيمية وابن تيمية بامتياز. يكمل: فلحق أمراءهم من الغيظ والأنفة من هذه الحالة ما حملهم على مفارقة طاعته والانحياز عنه مع وزيره، فبقي حيران لا يدري ما يصنع، ولا سيما لما خرج التتر، فحينئذ دفن الغلام الخصي وراسل الوزير واستماله وخدعه إلى أن حضر عنده، فلما وصل إليه بقي أياما وقتله جلال الدين. وهذه نادرة غريبة لم يسمع بمثلها. تنبيه: عاشق فاسق غادر، ومع ذلك فهو خليفة وإمام المسلمين وأمير المؤمنين وولي أمرهم، ويجب طاعته. وخذ العجب العجاب من فتاوى ابن تيمية الخرافية الأسطورية.